نرجعوا للكيوان ونرجعوا نستقبلوا مع بعضنا عالرينج في الركن الأحمر عبد الوهاب ترابلسي. ترابلسي سور لو كوان روج ايلا فرونترا وسام الخميلي سور لو كوان بلو. عبد الوهاب ترابلسي سور لو كوان روج وسام الخميلي سور لو كوان بلو. ان كومبا كي سرا اربيتري برينسيبالمون بار مسيو لطفي ترابلسي افيك منتصر عزيز طارق حمدي اي عماد لملوم. كو لو كومبا كومونس يورا لا ميس اونس كي فوز انونسرا ذا فيرست راوند. نعم بعد التتويج التونسي في سافات بروتا ونرجعوا للكيوان. ريكتيفيكاسيون صغيره تخوازيم جوج سسخا مسيو مهدي السقلي. شكرا امين. خاصه سامحني عندك فكره على عبد الوهاب ترابلسي تنطلق الروندة الأولى جولة بين زوز منافسين تونس عبد الرزاق ترابلسي وسام الخميلي. ركلة لكن يتفاداها نوعا ما يعني في التوخيرة اللي عملها وتوا قاعدين يشاهدوا في ركلات من أسامة الخميلي اللي قاعد يحاول ممكن منذ البداية يقول لك ناخذ باي نحاول نسيطر نحاول نهاجم سواء عبر لكم أو كذلك عبر لك الركلات. نعم ممتازة الهجمة الأخيرة اللي ريناها نجم نقولوا من أسامة الخميلي ضم هاي لكنات مسترسلة المسك. نرجع توا لثلاثة ثواني محمد يلزم ثلاثة ثواني ما نتجاوزهمش بطبيعة الملاك سينو بطبيعة باش يدخل الحكم. تكون ركلة بالرتم يعني واحدة أو حاليا تو قاعدين يشاهدوا في أسامة الخميلي وعبد الوهاب الترابلسي نجم نقولوا حاليا البداية قريبة برشا من زوز. زوز قاعدين يستعملوا في الركل بالساق اليمنى واليسرى وكذلك اللكمات اللي رناها من زوز ملاكمين في هذه الروندة اليوم. بالنسبة لعبد الوهاب ترابلس خليكم معنا في هذه السهرة سهرة الأبطال كيك بوكسينج الكيوان. كنا منذ حين في متابعة للسافات بروتا ورجعنا للكيوان التونسية في نسختها الأصلية.
مازال من جديد نرجع للمواجهة على الحلبة أو يسقط حاليا على الحلبة الأسامة الخميني ثم باش نرجعوا من جديد حاليا شكون اللي باش يعطي لكمة هاي ترشي باليسار من أسامة ثم حاليا يحاول يقدم أسامة الخميني يتلاعب جسديا ثم يسقط على الحلبة عبد الوهاب الترابلسي ناجم كل وهذا اللي نحبوا عليه حتى للمتابعين الكرام ليستمتع الكل ليستمتع الجمهور زاد الكبير اللي قاعد حاضر هنا في القاعه يعني توا اصبحت حتى الجماهير على مستوى الرياضات تتنافس شحن معنويات الملاك شحن المعنويات من خلال التوصيات او الطبيعه كل كوتش بالطبيعه يبدا الملاك نتاعو على الحلبه يشوف شنو اللي قاعد يصير شنو الحاجات الباهيه بالتدريبات اللي قاعده يطبق فيها الملاك نتاعو خاطر في بعض الاحيان الراو تدريبات حاجه وزيد الراو الكبار حاجه ثم صعوبة في تطبيق التدريبات مش راهو كيما للدرب في بعض الأحيان يعني المنافس اللي يكون قوي برشا وزاد هو قراك ممكن هو يعرف نقطة القوة نتاعك صعب نوعا ما تطبيق اللكمات ثم بالساق ركلة بالساق اليسرى اليمنى تبادل اللكمات والركلات بين زوج ملاكمين تعاودوا ذكروك من يوم كويسة المشاهدين الكرام اللي يتابعوا فينا توا الكيك بوكسينج التيوان بين عبد الوهاب الترابلسي الركن الاحمر واسامه الخميني الركن الازرق المنافسه تشهد حاليا بين الزوج المعبدين شكون اللي باش يكسب الفيونداي شكون اللي باش يفوز حاليا فيما يسبق الحلبه عبد الوهاب حاليا في بعض الجماهير قاعدة تتفاعل مع تتفاعل الملاكمين وقاعدين شايفين يحاول زاد يسقط على الحلبة النجم يكون ارهاق والتعب مع يستدرك ركلات
باش يحسمها هو الراقي باش يتعب هو غلطه تاع عصور غلطه تاع عصور الفلوس يعني نجم نقولوا مره بمره واحده بواحده يعني ملحين يعني مبين بالعابة زوز على الخشبة زوز على العلبة ويرجع من جديد حكم مركز بالبيه مركز في كل لحمة مركز في كل لحمة مركز في كل لحمة برافو ليه زوز بصراحة لينا مستوى جيد النتيجة مش تكون بالإجماع لصاحب الركن الأحمر عبد الوهاب طرابلسي